أحلى دكتور معايا إبراهيم الشاعر شقيق السيدة المتوفاة في كفر الشيخ. أستاذ إبراهيم مساء الخير ويعني البقاء لله. أستاذ إبراهيم. أيوة السلام عليكم. وعليكم الشاعر وعليكم السلام. إيه اللي حصل لو سمحت؟ دكتور عمرو السلام عليكم. لو وعليكم السلام. بص حضرتك أنا أختي أنا من قرية شمس الشهداء مركز السوق محافظة كفر الشيخ. أيوة. فهي اختي كانت يعني مع جوزها في اسكندريه وبعدين اشتكت بجنبها اليمين ان في الم وكده فراحت مستشفى راحت مستشفى واثنين يعني في اسكندريه عشان تعمل تحاليل او تكشف فجالها تقريبا انت عندك اشتباك دايده. فطبعا هي ما معهاش تكلفه العمليه تكلفه عاليه في مستشفيات اسكندريه فجوزها ضيعت ماديا فجاب عندنا هنا محافظه كفر الشيخ. فراحت للدكتور احمد هندي في مستشفى الامومه في تسوق. فالدكتور قال لها هي راحه رنت عليه وهي جايه من القطر قال لها والله يا هدى انا دلوقتي هطلع المستشفى تعليل هناك واشوف لو عمليه وفيها النوم راحت فورات التحاليل والشهادات قال لها لا لو انا اتكيت على المنطقه اللي عليهم دي وجعتك يعني حاسس ان في قلق. طبعا يا دكتور عمرو انت معايا ولا ايه؟ معاك وانا سامعك وكلنا سامعينك يا استاذ. اتكت عليها فقالت له في الم قال لها انت عندك زايده وهذا تنعمل دلوقتي. ماشي يا دكتور عمرو. تمام اتفضل كمل. فدلوقتي ما هي الكلام ده كان من الساعه 11 الظهر 11 الصبح. فالمهم استنت معاه حته تفاصيل الاجراءات العمليه وكده بصراحه عشان ما اكذبش عليك هو قال لها يعني خلاص العمليه وجوه السلامه الحل. في المستشفى الأمومي. ماشي؟ طيب دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد وهي جوه بعد 10 دقائق دخلها بعت لها الدكتور أحمد عشان تخش العمليات. قامت العملية أنا سألت دكتور حضرتك العمليات بتطول؟ قال لي بالظبط من ربع لثلث ساعة وبتاخد ساعة فوق من البنج وإن شاء الله يعني بتديله ساعة ساعة وثلث هتاخدها معاك. طيب. طيب بالظبط عدى ساعة ساعتين أختي ما طلعتش. رنيت عليه ما بيردش على التليفون، رحت عند غرفة العمليات بخبط هو طلع. يا دكتور قال لي معلش لان هي لسه ما فاجتش من البنج، كمان ساعة كده احنا بنفوقها وساعة كده ايه؟ انا هطمنك. قعدت ساعة ساعة ونص ما جاش. يا دكتور قال لي والله ده هي دلوقتي عندها الرئة فيها مية. فبنحاول ان احنا هدخلها العناية المركزة وان شاء الله برضه زي الزمن كده بالظبط هتفوق وخدها معاك. يبقى انا خدت الكلام بثقه برضه واستنيت. يبقى استنيت يعني خدنا بتاع ثلاث ساعات. فجيت الساعه 5 قلت له يا دكتور بالظبط اختي فيها ايه؟ قال لي والله اختك دلوقتي في مشكله عندها الكليه الشمال واقفه. وهي تعبانه وفي عندي هنا جاب لها اكثر من 10 دكاتره جوه في العنايه وان شاء الله خير وكتير وان شاء الله باذن الله انت على الساعه 5 هتخش تشوفها. طبعا دكتور عمرو. ايوه معاك. ماشي. ما انا ما شفتش اختي لغايه دلوقتي. يبقى طبعا دخلت رنيت عليه قال لي لا دلوقتي مش هينفع لان انا عندي العياده هتشتغل من الساعه 5 وانا الساعه 9 بالظبط هجي لك هي العياده بتاعته جنب المستشفى الخاصه بيه. يبقى بالفعل جه الدكتور احمد راجل مشكور انا على كلامه. انا رنيت عليه تليفون قبل ما يطلع فوق العمليات يشوفها قال لي فوق الامور ان شاء الله كويسه وتمام وما تقلقش خدني اتمشينا شويه على رجلينا قدام المستشفى. وصلك يا دكتور؟ ايوه تمام. مشينا وجينا فالمهم قلت له دكتور انت شايف ايه بالظبط؟ قال له والله المشكله دلوقتي الكليه هي اشتغلت كويسه وهي من حمام ميه والامور تمام. ماشي. طب قلت له طب ممكن بعد اذنك اخش اشوف اختي حتى اشوف لو صوبع واحد فيها بيتحرك اطمن بس لان العمليه كانت طويله جدا. ايوه. قال لي هو انت ما تعرفنيش انت مش عارف ايه وان شاء الله الامور تمام. طب امتى عرفت انها توفت؟ عرفت انها توفت لما نزل معايا ومشينا وجينا كنا حوالي في حدود الساعة 9 ونص 10 بالليل. ايوه. لأن هو ما جاش 9 هو طيب. المفروض معايا 9 هو جاي 10 ونص. 10 ونص خدني اتمشينا بتاع تلت ساعة بالليل. طلعت فوق فالمهم لقيته بيقول لي فين انت ما اعرفش مين اللي رن عليه الكلام ده انا بقول لك في وشه. قال لي هو غلط بكلمة بيقول لي ده الحالة يعني الحالة متأخرة. بقول هات يا دكتور قال لي ده الجراح اللي بيكلموني فالمهم قلت له اسمع يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده كله انا مش مقتنع بيه معلش احنا ما بنعملوش العمليه هنا ببلاش انا عايز اطمن على اختي. قال لي ما تقلقش ده فوق 10 دكاتره ودكتور مش عارف ايه الصعيدي والدكتور مش عارف ايه كلى ودكتور الدنج وكبر لي الموضوع يعني. فطلعت فوق يا دكتور لقيتها بسم الله ما شاء الله
هو دخل، انا دقيت الباب وراه مباشر، دخلت على العنايه المركزه لقيت اخت ميته. طيب اقل من دقيقه كانت اللي هي على الهول. طيب ده. هل يعني انتوا بتقولوا انه المستشفى رمتها قدام الباب؟ ما انا في الكلام يا دكتور عم. لا معلش، علشان الدكتور، علشان الدكتور فيصل جوده وكيل وزاره الصحه في محافظه كفر الشيخ سمعنا دلوقتي معانا على التليفون. ويا باشا، وانا لو مع احترامي لحضرتك ولو رئيس الدوله انا اروح اجيله اي عنده. تمام تمام، انا ما بتهمش حد بالباطل. تمام. وبعدين في الشرطه كانت موجوده وشافت الواقعه. اللي هي ايه بقى الواقعه؟ الواقعه ان انا بقول لك في اقل من خمس دقائق طبعا انا دخلت فيها دكتور وهم واقفين لقيت في دي لسموها وحطها على رول. اثنين من عمال اللي هم، لا مش نظافه، اثنين من عمال الاسانسير اللي هم بيطلعوا من دور الاسانسير دول خدوها، قال لي طبعا على الوضع ده وفي حريم صوت مش هتنفع تطلع من باب العموم. وصلك انت يا دكتور عام؟ ايوه. نزلها من الجراج وجابتها وحطها في الرول وطلعها لي بره في الشارع. الجثه وقفل وشد باب المخزن كده برضه من الجراج، بتطلع له طالعه كده من جوه. طب